السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. من أسهل الزراعة اللي أنا زرعتها في البلكونة، وهي كزبرة بقدونس شبت، حوض كده 60 في 60، حوض كده 60 سنتي. زرعت فيه البقدونس والكزبرة والشبت. على فكرة يا جماعة، الحاجات دي سهلة للغاية. انت لو دورت على بذور الشبت والبقدونس والكزبره وجبت شويه تربه ورشيتهم كده وحطيت شويه تربه فوقيهم، خلاص الموضوع انتهى. صدقوني ان شاء الله ابقى اوريكم فيديو تاني لما تكبر اكتر. فعلا فعلا الموضوع سهل جدا جدا. انا سايبها في البلكونه، وكل مثلا كام يوم، مثلا يومين ثلاثه، اروح رشش ميه كده وخلاص على كده. صدقوني فعلا فعلا سهله جدا، بذور البقدونس والكزبره والشبت. فان شاء الله ان شاء الله لو في اي حد عايز يسال على اي حاجه ان شاء الله افيده. على فكره انا كنت جايب كيس البذور بتاعت البقدونس والكزبره والشبت، الكيس كان ب 10 جنيه، يعني حوالي 30 جنيه. ورش شويه صغيرين على التربه كده واخبيه، يعني واحط عليهم شويه تربه خفيفه وارش شويه ميه. اول كام يوم كده مش تطلع حاجه، بعد مثلا اسبوع او 6 ايام بتبتدي تنبت التنبيت ده. فان شاء الله ان شاء الله ابقى اوريكم اخر تحديث ان شاء الله عليه. ماشي يا جماعه، شكرا. ولو في اي حاجه يا ريت تكتبولي في الكومنتات، ويا ريت ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.